وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. زادك الله نبلا يا أخي، مرحبا بك. فممكن راح تتغير من خلال سفيرهم. لأن نزلنا من المطار في لوحة مكتوب عليها داركم ترحب بكم. إيه الكرم ده؟ مفيش كرم كده. حبيبي أنت يا ولدي، عسى للعلم تغتنم. فقدت البصيرة ولكن لم تفقد نور الله سبحانه وتعالى، ونور الله هو القرآن. والشرفك بروح بعد شي سوي بعيونك، فأباك ثار الناس إلا كفورا. ألسنتكم وألوانكم. لا أملك إلا أن أدعو له بدوام هذه النعمة ودوام التوفيق والتأهل للمرحلة القادمة إن شاء الله.